للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. إذن أحمد مرحبا بك، ماذا في تفاصيل عملية تدريب هذه جسر الصداقة 4 بين الطرفين الروسي والمصري؟ بداية هذه التدريبات انطلقت للمرة الأولى في عام 2015، هذه هي النسخة الرابعة من التدريبات المشتركة جسر الصداقة بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها الروسية. الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو تبادل الخبرات في مجال تأمين مسارح العمليات للقوات البحرية لكلا الدولتين، وكذلك تطوير القدرات القتالية لعناصر القوات البحرية، وأيضا توحيد المفاهيم العسكرية بين الجانبين المصري والروسي. هذه التدريبات تعد أحد أهم مظاهر تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الروسية، وتضمنت هذه التدريبات العديد من التشكيلات البحرية وتنفيذ أعمال الرماية المدفعية وتأمين سفن تتضمن وتحتوي على شحنات مهمة واستراتيجية، وكذلك شارك في هذه التدريبات عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الدولتين. تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية وكذلك تنفيذ تدريبات لقتال الشوارع والأماكن الضيقة، وكذلك تأمين السفن، وأيضا تأمين مسارح العمليات العسكرية، وأيضا الدفاع الجوي للقطع البحرية لكلا الدولتين. استمر هذا التدريب عدة أيام في نطاق المسرح عملية البحر المتوسط. كانت النسخة الماضية قد أجريت العام الماضي في البحر الأسود في سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والروسية. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا جزيلا لك.